التصريح الأول للبيد اللي هو بيعتبروه رئيس المعارضة الإسرائيلية حاليا، اللي هي بتعارض في كل شيء إلا فيما يتعلق بالأمر بالفلسطينية. هو يقول أن إسرائيل ليست آمنة ولا أخلاقية ولا تربح الحرب. هذا شيء له معنى كبير جدا بعد أن سمع لبيد من نتنياهو تلخيصا أمنيا للوضع. النقطة الثانية المهمة جدا ما أوردته صحيفة معاريف قبل قليل عن مسؤول أمني إسرائيلي عن قطاع غزة، قال أن المسؤولية الأمنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستبقى بيد إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إسرائيل عندها ثلاث سيناريوهات لغزة. السيناريو الأول تطهير عرقي كامل، طرد الفلسطينيين وإخراجهم من غزة كليا إلى مصر. حتى الآن هذا المشروع فشل بسبب صمود وبطولة الشعب الفلسطيني والموقف المصري الصارم بهذا الشأن. المشروع الثاني تطهير جزئي لمنطقة الشمال ووسط قطاع غزة، بمعنى مدينة غزة والشمال، وهذا المشروع أيضا يفشل بسبب صمود وبسالة الشعب الفلسطيني. ولذلك من هنا تأتي خطورة التصريحات الخطيرة حول المستشفيات في قطاع غزة، لأنه من الواضح أن هذه الأكاذيب الجديدة الإسرائيلية هدفها التمهيد لمجازر كبرى ترتكب في مناطق المستشفيات بهدف تطهير عرقي للشمال ووسط غزة. السيناريو الثالث انه وهذا ما يعنيه انه حتى لو بقي الشمال، بقي الناس في الشمال وفي مدينه غزه، الامن سيبقى بيد اسرائيل. هذا بيطير كل الافكار والاكاذيب والادعاءات التي كانت تقول ان اسرائيل تخطط لاعطاء السلطه دور في قطاع غزه، او انها ستاتي بحكومه المال لتدير غزه. لا، اسرائيل بدها تضم قطاع غزه، وإن لم تستطع أن تضم كله ستضم جزء منه. دكتور مصطفى، تم طرح يعني تقديم هذا الطرح.